أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة يستعرض أرشيفه في مجمعه في مدينة أبت أباد الباكستانية. هذه لقطات من شريط من 5 أجزاء زعمت واشنطن أنها حصلت عليها بعد مصرع بن لادن على يد قوات خاصة أمريكية الاثنين الماضي. لحية بيضاء غزاها الشيب ملتف ببطانية. بدأ بن لادن بعد فترة طويلة من الغياب عن الشاشات وهو يقلب بنفسه جهاز تحكم للتلفزيون يحوي على جزء من خطاباته. المخابرات الأمريكية قالت بعد الإفراج عن تلك الأشرطة إن مقر بن لادن كان مركزا نشطا للقيادة وأنه كان المسيطر على الاستراتيجية الأساسية للقاعدة وعملياتها، كما أن تلك الأشرطة لم تكن هي المغنم الوحيد بعد القضاء على بن لادن، فقد وصف مسؤول بالمخابرات المعلومات التي عثر عليها في ذلك المجمع بأنها أكبر كشف للمخابرات عن أبرز المطلوبين في عمليات ما يسمى بالإرهاب. ويأتي الكشف عن تلك الصور بعد الضغوط التي تعرضت لها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للكشف عن صور عملية قتل زعيم القاعدة قبيل إلقائها في البحر، كما قالت بذلك الرواية الأمريكية الرسمية. كما يتزامن بثها مع تصريحات مسؤولين باكستانيين بأن أسامة بن لادن قد يكون عاش في بلادهم لأكثر من 7 سنوات، لكن ما ترويه المخابرات الأمريكية يشير إلى أن تلك السنوات 7 لم تكن استراحة محارب، فأسامة بن لادن استغلها وهذا المقر الآمن لقيادة عملياته وتوجيه رسائله لأتباعه وأعدائه على السواء.